المركز الثاني وثالثا. مشاهدينا الكرام، اتت الشاهينيه 12 دقيقه 55 جزئين من الثانيه. تهانينا الهلال بن حربي بن هلال الخيلي على هذا الفوز، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر ضمن فعاليات مهرجان فخر الأجيال، اليوم الختامي لسن الكبار. ها هي انطلاقة الشوط الرابع، والشوط الرابع يضم نخبة من الحول المهجنات الأصايل لأبناء الغبايل. مسافتنا 8 كيلومتر، جوائزنا للمركز الأول سيارة، بقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. بنصير بكم مع مقدمة هذا الشوط، براهين في المقدمة للسيد عبد الله بن علي بن راشد المري. وفي المركز الثاني ناخذ اللي في المركز الثاني، نشوف وناخذ اللي في المركز الثاني. وفي المركز الثاني في هذه اللحظات شعله للسيد يمعه بن عبيد بن محمد الفلاسي، لكن ينخطف المركز الثاني من قبل برزمان للسيد حسن بن عبد الله بن غليطه الغفلي. وفي المركز الثالث الطايف، في المركز الثالث لسعاده الفريق مصبح بن راشد الفتان. وفي المركز الرابع، المركز الرابع ربشه للسيد عمر بن راشد بن محمد الخيلي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مهمة للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. وفي المركز السادس نشوف وناخذ اللي في المركز السادس، الظبي للسيد علي بن سالم العامري. وفي المركز السابع، المركز السابع الظبي للسيد حمد بن عبد الهادي بن طالب بن راشد بن المنصوري. وسر سر يا ابو سلطان مع حايل ومع الظبي ومع ضجيج ومع الظبي. وايضا شهد قادمه، شهد قادمه للسيد فري بن علي بن حموده الظاهري. يا سلام، بدينا نقترب من لوحة الكيلومتر الأخير بقيادة حايل. حايل تتجاوز هذه اللوحة، لوحة الكيلومتر الأخير، بكل قدرة بكل استطاع. يا سلام، بدأ أبو مبارك يحرك، بدأ يحلق مع حايل. ركز يا أبو مبارك، ركز يا أبو مبارك، خلي أعصابك هادية. ها يا حايل، حايل تنفرد بمقدمة هذا الشوط. يا سلام يا حايل، ترقص ترقص على أرضية ميدان المرموم. حايل للسيد محمد بن خيرة بالشريفي. يا سلام يا سلام يا سلام يا حايل للسيد محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي. بدأت تباعد، بدأت تباعد بمقدمة هذا الشوط. الظبي تلاحق للسيد حمد بن عبد الهادي بن طالب بن هليل المري، لكن خلاص حايل حايل حايل، وهي حايل وأداها أداء حايل للغاية. ممتاز ممتاز، ها هي حايل تشاهدونا على شاشة التلفزيون، تقترب تقترب من خط النهاية، تقترب من المنصة الرئيسية، وهي منفردة انفراد كامل، انفراد كليا. والظبي قادمة، دير بالك يا ابن عزيز للسيد حمد بن عبد الهادي بن طالب بن هليل المري. لكن السلامات بتذهب الى اهالي مدينه العين وخاصه للفوعه. يا سلام، الظبي قادمه، الظبي وحايل، اللحظات الاخيره، اللحظات الحرجه، اللحظات الاخيره، الظبي وحايل، حايل والظبي، حايل والظبي، حايل والظبي، اللحظات الاخيره، حايل. تهانينا للسيد محمد بن خير بن عزيز الشريفي على فوز حايل بالمركز الاول. المركز الثاني الظبي للسيد حمد بن عبد الهادي بن طالب بن هليل المري. وفي المركز الثالث الظبي للسيد محمد بن حمد بن سعيد المري. وفي المركز الرابع الظبي للسيد راشد بن حمد بن مبارك المهيري. وفي المركز الخامس في للسيد خليفة بن سيف بن محمد العميمي. حايل وهي حايل تنتزع السيارة.